الأحداث الدامية في سوريا دفعت الدول الغربية وبعض الدول العربية، نذكر هنا المغرب، إلى اتخاذ بعض التدابير لم تفصح بعد عن حيثياتها لمعاقبة نظام بشار الأسد. الخارجية المغربية أعربت اليوم عن رفضها وقلقها الشديد وشجبها للتدخل العسكري ضد المدنيين العزل في حماة ودير الزور بسبب الاستخدام المفرط للقوة. الدول العربية التي التزمت الصمت طويلا بدأت تعبر عن مواقفها حتى ولو كانت خجولة، تشجب وتندد أو تستدعي سفراءها للتشاور. الجامعة العربية منذ أن دعت دمشق للوقف الفوري للعنف لم نسمع لها صوتا يذكر. بشار الأسد اعترف أن قواته الأمنية ارتكبت بعض الأخطاء في مواجهة الاضطرابات. جاء ذلك أثناء لقائه بدبلوماسيين أمميين من الهند زاروا دمشق. على الصعيد الغربي، طالبت الدول الغربية مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية حول سوريا وضد الأسد الذي رفض وقف عمليات القمع ضد المنادين برحيله. ضبط النفس، إصلاحات، حوار، رحيل، ذلك ما تطالب به كل الدول. أما تركيا فهي تسعى إلى إقناع سوريا بسحب قواتها المسلحة من الشوارع. الجهود التركية تكللت بنجاح جزئي، انسحاب الدبابات من مدينة حماة كان هو رد دمشق على رسالة أنقرة التي حملها وزير خارجيتها واعتمدت فيه تركيا لغة التهديد والوعيد.